الله الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين: ويجب الاستنجاء من كل رطب خارج من أحد السبيلين بالماء أو بالحجر أو جامد طاهر قالع غير محترم، ويسن الجمع بينهما ولو بجامد متنجس دون ثلاث مسحات. فوصل يعني بنا الكلام إلى قوله غير أو غير محترم، إلى غير محترم. فالحجر يشترط فيه كم شرط؟ يعني عندنا أركان الحجر وشروط الحجر الشرعية أربعة: أولا أن يكون جامد، خرج بالجامد الرخوي أو المائع. ثانيا أن يكون قالع، خرج به الأملس أو غير القالع من الأملس أو غيرها. ثالثا أن يكون طاهر، خرج به النجس والمتنجس. شرحنا هذا، النجس البعرة والمتنجس إن كان مثلا يعني ما يعني حجر أصابته نجاسة أو استعمل في استنجاء ولم يطهر، فهذا متنجس لا يصح فيه الاستنجاء، لأنه يصير في هذه الحالة من بابها سينجس المحل وليس يعني. فإذا استخدمنا حجر متنجس يصير ليش الحكم ينتقل إلى أحكام إزالة النجاسة ويتعين الماء في هذه الحالة. طيب، وصل بنا الحديث إلى قوله غير محترم، وقلنا المراد بغير المحترم هو غير معظم، يعني بإجمال هكذا غير معظم. ولا يفهم من قوله غير محترم أن هناك إيه يعني ينتقل ذهني إلى مسألة ليش الحيوانات غير المحترمة، وبالتالي إيش يعني ينفع الاستنجاء بماذا، بأي عضو منها. لا، هناك المسألة قاصرة على أحكام التيمم في الحيوانات غير المحترمة، لكن هنا المراد بغير محترم أي غير معظم، وعليه فلا يصح الاستنجاء بالمعظم. من أمثال المطعومات، المطعومات جملة مطعوم الإنس ومطعوم الجن. مطعوم الإنس محترم لا يصح الاستنجاء به ولا يجوز، يعني لو استنجيت بخبز جاف جامد طاهر جامد هكذا قالع، تقول لي يعني جامد طاهر قالع، أقول لك هذا غير محترم، هذا الخبز لا يصح الاستنجاء به الرغيف، ولو حرق إلا إذا صار فحما، لأن في هذه الحالة لا يسمى خبزا، انتفى الاسم سينتفي الحكم. تمام، لكن إذا لا زال يعني يطلق عليه الاسم ولو كان خبزا أسود، هذا معظم محترم لا يجوز الاستنجاء به ولا يصح، هذا بالنسبة للمطعوم. طيب مطعوم الإنس، عندنا الآن أول حالة مطعوم الإنس، مطعوم الإنس لا يصح الاستنجاء به، يعني ما يختص أو ما يختص به الإنس من المطعومات لا يصح الاستنجاء به. قال الإنس أحيانا بعض المأكولات لا يأكلها إلا الإنس البشر، هذا طعام خاص بهم أو ما يغلو استعماله لهم، تأكله بعض الحيوانات أحيانا لكن يغلو تناوله للإنس، أو استوى يعني تأكله يأكله الإنس ويأكله إيش البهائم، هذا أيضا يحرم. مثل إيش يعني؟ مثل بعض الخضار هكذا، الآن
ما شاء الله سوق الخضار هذا كله ها الفول يعني. بياكلها البشر وبياكلها ايش لو جبت ملوخيه حتاكلها البهيمه ولكن هذا ياكله البشر تمام فكوي كثير يعني الفول الى اخره البقوليات هذه لو كانت جامده قالعه يعني ومع هذا تصير مطعوما للانس فلا يصح الاستنجاء به طيب اذا ما 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 يختص من الاطعمه بالانس او ما يغلب استعماله لهم او ما يستوي فيه الانس مع ماذا لكن اذا كان لدي البرسيم مثلا وكان خشنا جافا قالعا يختص يعني الانس ياكلونه لكن قل يعني يؤكل تداويا او ياكل غير يؤكل غير ذلك لكن هذا مما يغلب استعماله ماذا ما يغلب اكله من قبل من الحيوانات البهيمه فيجوز الاستنجاء به كالحشيش كذلك ايضا الحشيش يعني الاشجار هذا التي مش الحشيش المخدر يعني تمام فاذا يعني هو حتى الحشيش المخدر اذا كان جامد قال طاهر يعني لسه قبل ما يصير بودرة صح فهذا على كل حال بالنسبة للإنس أما بالنسبة للجن فيحرم الاستنجاء به ولو كان طيب العضو يصح هذا مطعوم للبشر ليس مطعوما للإنس لكن مطعوم الجن فيحرم الاستنجاء به ويحرم رميه في ويحرم أيضا تنزيس العضو أيضا يحرم يعني ما لا تقول إن هذا عضو إذا لن أكون نرميه عزكم الله في الصرف في البواليع مجتمع عزكم الله النجاسات لا لا يجوز يعني العظم ينبغي أن يصان يوضع في مكان مرتفع بعيد عن النجاسات لأن هذا مطعوم إخوانكم من الجن كما جاء في الحديث طيب يبقى ليش الآن المطعوم إذا كان مما يختص به يعني أما بقية ما سوى ذلك من المطعومات يجوز الاستنجاء به بأن كان طعام له البهائم يغلب يختص به البهائم او يغلب استعماله او يغلب يعني اختصاصه بهم ففي هذه الحاله يجوز طيب هذا بالنسبه لماذا قضيت غير محترم بان لم يكن مطعوما يعني لا يكون مطعوما او كان مثلا غير محترم يعني ايضا بالنسبه للنوع المحترم جزء الادمي هذا من المحترم جزء الآدمي محترم سواء كان متصل أو منفصل أي جزء من الآدمي ما لا يجوز أن تستنجي بيد غيرك إذا كانت هذه اليد متصلة به أو يد غيرك إذا كانت هذه اليد مبتورة مثلا لا يصح الاستنجاء بها نعم لا يصح الاستنجاء بجزء الآدمي متصلا أو منفصلا بغض النظر عن هذا الآدمي هل هذا الآدمي يعني مسلم ولا كافر كافر أصلي أو مرتد أو كافر حربي أو ذمي بغض النظر هذا الذي عليه الأغلبية من الفقهاء الشافعي إلا أن ابن حجر يستثني الكافر الحربي والكافر المرتد فالكافر الحربي والمرتد فيه خلاف بين ابن حجر وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني والرملي الثلاثة دول الشيخ الخطيب الشيخ الإسلام زكريا والخطيب والرملي يذهبون إلى أنه لا فرق الكافر المرتد كالكافر الأصلي الكافر الحربي كالكافر الذمي الجميع آدمي فهو محترم الذات وإن كان هناك في صفاته يعني وإن كان مهدر الدم بالنسبة للصفات إلا أنه محترم الذات فلم يفرقوا في هذه المسألة ما بين الصفات والذوات لكن ابن حجر يفرق يقول إذا كان هذا الكافر حربي أو مرتد فيجوز الاستنجاء به ها؟ لماذا يقول لك هذا أصلا الذات في هذه الحالة ليس لها قيمة هو مهدر الدم تمام هذا بالنسبة للآدمي أما جزء حيوان غير الآدمي ففيه نظر ينظر فيه تفصيل جزء حيوان غير الآدمي إن كان هذا الحيوان غير الآدمي جزءه متصل به فلا يجوز أيضا ولو شعر أو وبر أو صوف يعني لا طالما أنه متصل بالحيوان لا يجوز الاستنجاء به
ما ينفعش تأتي لحية خروف وتستني بها وهي متصلة، أو تأتي إلى ذيل الحيوان أو أي جزء من الحيوان، شعره أو قرنه أو ظلفه أو غير ذلك، فتستنجي به حالة كونه متصل به، تمام؟ ولو كان هذا الحيوان كلبا أو خنزيرا. أما إذا كان هذا الحيوان منفصل، جزءه منفصل، ففيه نظر ما بين أن يكون مأكول وهذا لا يجوز، وجزء حي كيد مفصول كميته لشعر مأكول وصوفه وريشه وريقته. فإذا عندنا الآن إذا كان هذا الجزء منفصل فيجوز الاستنجاء به إن كان شعرا أو وبرا أو صوفا، وكان من حيوان غير مغلظ كالكلب أو الخنزير، تمام؟ فالشعر والوبر والصوف يجوز الاستنجاء به شريطة لا يكون من مغلظ، ولو حتى من مغلظ، لأن هنا المغلظ أمر آخر، يعني أنت في هذه الحالة تسبح ما فيش مشكلة، لكن هذا الكلام هذا بخصوص إيش كوني يعني. طبعا هو هنا أيضا بالنسبة للمنفصل إن كان شعرا أو وبرا أو لابد أيضا من قيد الطهارة، وهذا نجس، هذا نجس. إن كان منفصل فالمنفصل أحيانا يكون نجسا إن كان من حيوان يعني غير مأكول، وإن كان من حيوان مأكول كشعر أو صوف أو ريش فيجوز الاستنجاء به. أما ببقية الجلد أو يعني ما سوى ذلك فهو من قبيل ليش؟ من قبيل إن كان من مأكول، إن كان هذا الجزء جزء الحيوان مفصول يعني وكان من وكان يعني فالجلد هذا يلحق بالمطعومات فلا يجوز الاستنجاء، فهو إن كان من ميتة فهو نجس، وإن كان من مذبوق فيلحق بماذا؟ إن كان من مذبوق فيلحق بالثياب. فالعموم على كل حال عندنا مسألة الجزء الجزء الحيوان إن كان متصلا فلا يجوز الاستنجاء به، إن كان منفصلا وكان شعرا أو صوفا أو وبر فيجوز الاستنجاء به، وما سوى ذلك فلا يجوز. تبقى مسألة الجلد، الجلد فيها نظر، إما أن يكون عندي الآن الجلد هذا مذبوغ أو غير مذبوغ، فالجلد إما أن يكون مذبوغا أو غير مذبوغ، فإن كان هذا الجلد غير مذبوغ فواحد من أمرين، جلد الحيوان إن كان غير مذبوغ فواحد من أمرين، فهو إما أن يكون من ميتة أو يكون من مذكر، فإن كان من ميتة ولم يذبح فهو نجس ولا يصح الاستنجاء به، وإن كان من مذكر فهنا فيها إيش؟ إن كان من مذكر جلد الميتة، بقول الجلد إن كان من ميتة قلنا فيه فهو يعني إن كان الجلد إن كان من ميتة فهو نجس بغض النظر كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، إلا إذا دبر، إلا إذا دبر، فإذا دبر التحق بجسم الثياب صار يأخذ طبع الثياب فيجوز الاستنجاء به، وقبل الدبر فهو نجس. وإن كان من مذكى هذا الجلد إن كان من مذكى، تمام؟ فإن كان من مذكى هذا الجلد فيعني يجوز، فإن كان الجلد من مذكى وقبل أن يذبى فيلتحق بطبع اللحوم فلا يجوز الاستنجاء به إن كان من مذكى ولم يذبى، وأما إذا دبر فيلتحق بجسم ليش الثياب فيجوز بجسم الثياب أو بطبع الثياب فيجوز الاستنجاء به. يعني الآن لما تجي أيام الأضاحي الآن معظم الجلود التي نشوفها الآن تتراكم، هذه جلود كلها مذكاة وهي طاهرة، يعني هذه لو واحد غسلها كده بماء وحملها على ظهره وصلى صلاة صحيحة أذهب منها اللحوم وأذهب من الدماء والروث وصلى عليها وصلى بها ولابسها ملتحف فالصلاة صحيحة، لأن هذا الجلد طاهر، طيب هل يجوز أكله على هذه الحالة؟ يجوز أكله،
كده انتوا هنا بياكلوا اللحوم بياكلوا الجلود، بعض الجلود تؤكل هكذا يعني يذهبوا منها الشعر تحلق وتقول نراهم يغلون راس وانا في مصر يذهب يعني يفورون هكذا على النار. فان كان يعني الجلد قبل الدبغ الجلد المذكر طاهر، النجاسة التي نراها هذا نجاسة خارجية يغسل ويصلى عليه أو يصلى يعني فيه. طيب يؤكل؟ يؤكل يجوز أكله. طيب بعد الدبغ؟ بعد الدبغ يلتحق بجسم الثياب، فقبل الدبغ لا يجوز الاستنجاء به. قبل الدبغ لا يجوز الاستنجاء به لأنه يأخذ طبع اللحم. بعد الدبغ يجوز الاستنجاء به، يلتحق بجسم الثياب يصير كثوب، والثوب يجوز الاستنجاء به. فهمتوا؟ وهذا هو المفترض في المذهب القديم، هذا مختار من المذهب القديم. المذهب الجديد أن الجلد له، المذهب القديم أن الجلد الجلد المأكول أو الجلد الميتة جلد الميتة من مأكول أو من غير مأكول، جلد الميتة من مأكول أو من غير مأكول لا 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 يعني يطهر بالدباغ. جلد الميتة من مأكول أو من غير مأكول إذا لبغ يطهر. في الحالتين لازم يكون مدلول بالنسبة للاستنجاء. بالنسبة للاستنجاء إذا كان ميتة أو من مذكر أو من مذكر. نعم، إذا هذه هي بالنسبة لهذه المسألة. ثم قال هنا الشيخ رضي الله تعالى عنه ويسن الجمع بينهما. أيضا بالنسبة غير محترم يعني تأتي مسألة الكتب كما ذكرنا، كتب العلم القرآن مطلقا يحرم الاستنجاء به ويكفر. من يعني من يستنجي بنصحة بأوراق من القرآن الكريم يكفر والعياذ بالله، يرتد. وكذلك جلده، جلده المتصل وجلده المنفصل لا فرق. أما كتب العلم، كتب العلم النافع فجلدها المتصل بها يحرم وصاحبها يفسق والعياذ بالله، إذا استنجى بها يفسق. أما إذا كان منفصل وانقطعت نسبته فيصح الاستنجاء به. كذلك ايضا يعني حتى كتب العلم، هذا كتب العلم النافع كتفسير فقه الى اخره يعني. اما ان كان هذه كتب يعني آلة كمنطق او فلسفه او غيرها فهذا الذي فيه تفصيل المنطق المشوب بالفلسفه او بهذا الذي يحرمه بن الصلاح والنووي هو المنطق المشوب والفلسفه المشوبه به بعلوم اليونان والعقائد الفاسدة، استعمل على عقائد فاسدة وأفكار خاطئة إلى آخره، فلا يصح الاستنجاء بها. ولا يمكن أن نأخذ الكلام على إطلاق نقول إن طبعا الفقهاء قالوا أنه يجوز الاستنجاء بالمنطق، تأتي إلى إيضاح المظهر تستنجي به، لا يجوز. لأن هذا المنطق هذا من العلوم النافعة الذي نراه الآن، هذا مهذب المنطق، هذا المنطق المهذب التي عبارة عن علوم يعني تساعد الذهن على صحة الأفكار، يعني قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ. فهذا من العلوم النافعة يحرم الاستنجاء بها. أما أن تأتي إلى كتاب إلحاد والعياذ بالله أفكار ماركسية وأفكار والعياذ بالله يعني وثنية أو أفكار يعني هذه هي صح الاستنجاء بها. لا تقول أنها مثلا مكتوبة بحرف عربي، الحرف وطبيعته ليس له احترام بطبع يعني من حيث كون الحرف، وإن كان الأولى أن لا تستنجي، وإن كان الأولى أن لا تستنجي من حيث أنه كون حروف عربية، لكن هل يحرم ولا ما يحرم؟ هذا لا يجوز يعني، إلا إذا كان هنا هذا الحرف يعني صيغ به علوم نافعة. ويسن الجمع بينهما، إذا أراد الجمع بين الحجر والماء هو الأفضل. عندنا ثلاث كيفية، عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الأفضل الجمع بين الحجر والماء، فيستنجي أولا بالحجر ثم
يلحقه بالماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. والمرتبة الثالثة هي الاقتصار على الحجر. فإذا أراد الاقتصار على الحجر فالمرتبة الثالثة، عندنا المرتبة الأولى الجمع بين الحجر والماء. المرتبة الثانية من حيث الأفضل هي الاقتصار على الماء. المرتبة الثالثة هو الاقتصار على الحجر. فإذا أراد الجمع بين الحجر والماء فيبدأ بالحجر ثم يلحقه بالماء، وهذه أفضل، لأن الماء يعني الحجر يخفف يزيل العين ويلقي الأثر، فالأثر هذا يزيله الماء، ثم أنه يعني استخدام الحجر يخفف من مخامرة النجاسة، يخفف من مخامرة النجاسة ويؤدي إلى التخفيف من استخدام الماء، ففيه يعني اقتصاد في استعمال الماء. بالنسبة للأفضل هذا هو الجمع بين الحجر والماء. فإذا أردنا الجمع بين الحجر والماء لا يشترط هذه الشروط التي سيأتي الكلام عليها في الحجر، في شروط الإجزاء هذه لا يشترط، يعني الشروط بعضها التي تتوفر في الحجر لا نحتاجها، مثلا كون طاهرا لا يحتاج، كونه قالعا ليس بضرورة. بالنسبة أيضا لشروط أن تكون ثلاث مسحات أيضا ليس ب لا تشترط، هذه شروط كمال وليس شروط أصل للسنة. في حالة الجمع، في حالة الجمع بين الحجر والماء، في حالة إذا أراد والجمع أفضل، الجمع أفضل إلا إن رغب عن الحجر، رغبت نفسه عن الحجر، فنقول في هذه الحالة أنت رغبت عن الرخصة من حيث كونها رخصة، ففي هذه الحالة الحجر أفضل من الجمع. شوف كيف؟ هو الأفضل أن الجمع بين الحجر والماء إلا إن رغبت نفسه تأففت هكذا وتأففت من الحجر من حيث كونه رخصة، فنقول في هذه الحالة الأفضل الحجر إرغاما للنفس. كمسألة إيش؟ المسعى على الخفين، لأن استخدام الحجر هنا الاستهزاء بالحجر كما ذكرنا رخصة، رخصة. فإن أراد في المرتبة الثانية، المرتبة الثانية استخدام الماء الأفضل، لأن الماء يزيل العين والأثر والحجر لا يزيل الأثر. المرتبة الثالثة من حيث ليش الترتيب هو الاقتصار على الحجر. فإذا أردنا الاقتصار على الحجر لابد من توفر الشروط. توفر شروط في ماذا؟ توفر شروط في الحجر، لابد أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم، لابد أن يكون هذا أيضا في الخارج لابد أن لا يجف النجس، أن لا يطرأ عليه آخر، أن لا ينتقل، أن ينقل المحل، أيش هذا أيضا أن يكون بثلاث مسحات إلى آخره. فهذه الشروط حيث إذا أراد الاقتصار قال يسن الجمع بينهما ولو بجامد متنجش. شوف لاحظ كيف هنا، ولو بجامد متنجش دون ثلاث مسحات. في حالة الجمع لا نشترط هذه الشروط من حيث أصل السنة، من حيث أصل السنة، أما من حيث الكمال في الجمع أيضا لابد من توفر الشروط. نعم. ولو كان الجمع قال بجامد متنجس أو نجس وبعدد دون ثلاث مسحات. أما كمال السنة فلا يحصل إلا بشروط الاستنجاء بالحجر كلها. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل كما ذكرنا. من أي وجه؟ من أي وجه فالماء أفضل؟ لأن الماء يزيل العين والأثر. طيب ثم بعد لم يذكر بعد ذلك فالماء أفضل. فإن أراد الاقتصار على الحجر لابد من شروط الحجر وشرط الحجر. قال وشرط الحجر، هنا شرط الحجر إذا أراد الاقتصار عليه، شرط الحجر إذا أراد الاقتصار على ماذا؟ على الحجر. شرط الحجر أي شرط إجزاء الاستنجاء بالحجر، شرط الإجزاء. أول شرط أن لا يجف النجس، طبعا النجس هذا الخارج، أنه لا نتكلم في النجس الخارج. أما النجس الطارئ فهذا على طول ينتقل المسألة لفين؟ إلى باب أحكام إزالة النجاسة. نحن كل كلامنا هنا في الاستنجاء الرصة في استخدام الحجر قائم على كون النجس الملوث خارج من الفرج، النجس خارج من الفرج، لابد من أن نلاحظ هذه الحيثية. فإذا كان النجس طارئا أو كان هذا النجس يعني نتيجة
بثرة أو جرح في ظاهر حلقة الدبر دبر أو يعني في فتحة الذكر ويوجد هناك جرح أو شيء من هذا القبيل فنزل منه دم أو صليب فهذا لا يعطى حكم الاستنجاء بالحجر، لا يصح أن تستنجي تأتي بمنديل وتزيل هذا الدم وتقول هذا يلحق بحكم الاستنجاء، فيجوز الاستنجاء في هذه المسألة بماذا؟ بجامع المطهر؟ قال غير محترم، يقول لا انتبه هنا المسألة هذا النجس لم يخرج من إيه؟ من الفرج وإن كان على ظاهر فتحة الفرج، لابد أن يكون هذا النجس خارج من إيه؟ من الفرج من الداخل يعني. فهنا فيها أول شرط أن لا يجف النجس أو النجس أن لا يجف. ما ضابط الجفاف؟ هنا لابد من مراعاة ما هو ضابط الجفاف، يعني ليس الجفاف أن ينتقل عزكم الله خارج من حالة إلى حالة، لا، يعني ربما يكون رطب مائع ينتقل فيصير رطبا يميل إلى الجفاف وليس بماء ليس بجاف. لا بد أن تلاحظ هنا ما هو الجفاف هنا الذي يعني ألا يجف. يقولك الجفاف أن يصل إلى حالة بحيث لا يقلع ولا يقلعه الحجر، يعني يصل إلى هذه الحالة بحيث لا يقلع جاف فعلا، يعني يقلع يعني يصير هكذا الحجر لا يجدي معه نفعا، ففي هذه الحالة جف النجس. يتعين ماذا؟ تعين الماء، يتعين الماء. طيب النجس أول في هذه الحالة النجس إما أن يعني أن يجف هذا النجس كله أو بعضه، فإن جف كله فهذا خلاص انتهينا منها، جف النجس كله انتهينا منها. طيب جف بعضه، إن جف بعضه ينضب، إن كان هذا البعض متصل بالبعض الآخر فالكل يأخذ حكم إيه؟ الجفاف. يعني في هذه الحالة نغلب جانب الجفاف، إن جف البعض والبعض الآخر لم يجف فينظر، إن كان هناك اتصال فالكل يأخذ حكم الجفاف وبالتالي يتعين الحجر أي يتعين الماء. وإن كان هناك انفصال بين الجاف والرطب فلكل حكم، فلكل حكمه. تمام، يعني الرطب يستنجى فيه بالحجر يعني يكفي فيه الحجر، والجاف يتعين فيه الماء. طيب ولا يوجد حل؟ قال طيب ما رأيكم لو نزل خارج ثاني وبل الأول؟ عندنا أعزكم الله الفتحة الفرج هذه قضى حاجته أولا، ف قضى حاجته أولا يعني تنجست هذه تنجس المحل ثم تركه هكذا مدة جالس على عزكم الله الكرسي حتى جف، ثم بعد ذلك قضى حاجته أيضا قبل أن يستنجي. نحن قلنا يتعين الماء في الحالة الأولى إذا جف النجس يتعين. قال طيب ما رأيكم لو طرأ عليه خارج آخر من الداخل، يعني قضى حاجته مرة أخرى وبل الخارج الثاني الأول يتعين الماء أيضا، أو يكفي في هذه الحالة الاستنجاء بالحجر؟ الرملي يقول لك يكفي، الشيخ الرملي والشيخ زكريا قبل يقول لك يكفي إن عمّ يعني أن تكون مثلا عندي مساحة 10% أو هذه المساحة أصابتها النجاسة الأولى وجف، ثم طرأ ثاني خارج ثاني وعم الأول استوعب العشرة تماما، في هذه الحالة يتعين يجوز الاقتصار، إن بل الثاني الأول وعم يجزي الاستنجاء بالحجر أو زاد من باب أولى، أما إن لم يعم لا يتعين الماء. الشيخ ابن حجر لم ينظر في هذه الحالة، يقول لك ولو جاء الثاني وبل الأول يتعين الماء، يفهم من عبارته في التحفة أنه إذا زاد يكفي، يعني إن عم الأول وزاد فالذي يظهر من يعني يفهم من عبارته
أنه إن زاد يظهر أنه يكفي يعني يجزي الحجر في هذه الحالة. لكن لا بد أن يكون هذا الخارج الثاني للجزء الأول. انتبهوا يعني لا بد من قيدين، أن يكون هذا الثاني الطارئ أو الذي يأتي ثانيا يكون من الجنس الأول ويعم. طيب ما هو المراد بالجنس الأول؟ يعني عندما يكون عندي بول من جنسه يعني أن يكون خارج ثاني بول، ما يصحش أن يخرج مدي أولي أو دم، لأن المدي أو الودي أو الدم ليس من جنس البول. فإذا خرج دم أو مدي وخرج بعد ذلك بول، البول الثاني هذا ليس من جنس الأول. فهمتم؟ كذلك يعني بالنسبة عزكم الله للمخروق الفضلات الغائط، هذا هو المراد به أن يكون من جنسه. وبعض الآخر من الفقهاء يقول لك لا انتبه، يعني ليس المراد بالجنس، وهذا ما يظهر من كلام البرماوي، يقول لك لا المراد بقولهم من جنسه أي من جنسه لو خرج ابتداء لصح يعني إجزاء الحجر فيه. ما هو من جنسه؟ يعني من حيث جواز الانتصار على الاستنجاب الحجر لو خرج ابتداء. إذن لو عندي بول فخرج مذي، هذا المذي من جنس البول من حيث أنه يصح الاستنجاء بالحجر لو خرج ابتداء. فهمتم؟ أه؟ فلو جاء بعد البول مذي وعم الأول يصح، لأن هذا المذي وإن كان من حيث ظاهره ليس بولا وليس من جنسه، لكن من حيث كونه مما يصح الاستنجاء به لو خرج ابتداء، الاستنجاء منه لو خرج ابتداء يعني يجزي الاستنجاء بالحجر، فهذا من جنسه، هذا المراد من جنسه. يا تمام. ألا يجف النجس أو ألا يجف النجس، ولذلك هنا قال فإن جف شيء منه بحيث، انتبهوا الموضوع اللي بحيث هنا، بحيث لا يقلعه الجامد. فخلي بالك حطها بين قوسين، قول هذا ضابط الجفاف، اكتب كده هذا هو ضابط الجفاف. الحيثية هنا كما يذكر العلماء قيد الحيثية مراعى، هذا هو المراد بالجفاف، لا أن ينتقل من حالة إلى حالة أخرى ولا زال في طور ماذا؟ في طور الرطوبة. لا، هذا ليس بالجفاف، انتقال من حالة إلى حالة لا يسمى الجفاف، بل إلى أن ينتقل من حالة إلى حالة أخرى لا يقلع بالحجر. الشرط الثاني أن لا ينتقل. طيب ما هو عندنا الآن؟ تقطع وانتقال ومجاوزة، خلي بالك من ثلاثة الألفاظ. التقطع هو أن ينتقل من غير استقرار، يعني هذا التقطع يتقطع له النجس الخارج فينتقل هنا وهنا من غير استقرار مباشرة على طول، بمجرد ما يخرج تجده إيش؟ متقطع. فهذا التقطع يقال له تقطع لا يقال له انتقال. الانتقال أن ينزل فيستقر ثم ينتقل، فهذا هو المراد في هذا الشيء. ينتقل أي عما استقر فيه ماذا؟ عند الخروج. فلاحظ قوله استقر. الحالة الثانية عندي إيش؟ انتقال، وهذا يعني أخذنا التقطع والانتقال ولا مجاوزة. يبقى المجاوزة. المجاوزة يعني أن يجاوز الصفحة والحشفة، أن يجاوز الصفحة والحشفة تمام، ولو مع الاتصال، ولو مع الاتصال. فهنا أول شرط أو ثاني شرط أن لا ينتقل عما استقر به عند الخروج. فإذا انتقل المنتقل منه يجوز الاقتصار به على الحجر، المنتقل إليه فلا بد فيه من تعين الماء مطلقا كذا، حتى ولو كان داخل الصفحة أو داخل الحشفة، ولو كان حتى داخل الصفحة أو داخل الحشفة، ربما تكون عندي هنا لنفرض أن هذه صفحة، فهمتم؟ فانتقل بعد الاستقرار ولا زال المكان المنتقل إليه داخل الصفحة أيضا، إذن هنا انتقال من غير مجاوزة، انتقال من غير مجاوزة، يتعين الماء في المنتقل إليه ويكتفى بالحجر في المنتقل منه. فهمتم؟ واضح؟
يعني والا تعين الماء والا لم يجاوز الصفحه والحشره على المعتمد الا ضروره لهذا الانتقال. يعني وهنا الان لا ضروره، اذا لا توجد البلوغ. عندي الان اذا يعني الا ينتقل عما استقر فيه، فاذا انتقل عما استقر فيه بعد الاستقرار، عما استقر فيه بعد الانتقال، بعد الاستقرار انتقل، فهنا واحد من امرين، ينتقل مع مجاوزا او ينتقل مع عدم مجاوزا. فاذا انتقل مع المجاوز فهذا كلام غير مفروغ، تعين الماء في المجاوز، فهمت؟ واذا انتقل مع عدم مجاوز يعني انتقل ولا زال في حدود الصفحه، لا زال داخل الحدود، زي ما تنتقل من محافظه الى محافظه انت لا زلت في مصر، فهمت؟ فهو انتقل عزكم الله الخارج عما استقر فيه ولا زال داخل حدود الصفحة. فهنا انتقل مع ماذا؟ يعني يتعين الماء في المنتقل إليه، ولا يتعين ويكتفى بالحجر في المنتقل منه. يعني نبسم الحكم يعني. ها؟ مفهوم؟ مفهوم. ألا ينتقل. لم تفهم يعني. ما معنى إلا ضرورة يعني في هذه الحالة، يعني أنه لا توجد ضرورة في أنه يعني بحيث حتى أنه يكتفى فيه بالحجر، لا لا ضرورة يعني، لا ليست هناك بلولة وليست هناك ضرورة يعني تجعلنا نكتفي بالحجر يعني، وليست هذه من المسائل التي يعني للضرورة فيها مدخل بحيث أنه يعني نقدرها، نقول في هذه الحالة أيضا لأنه هناك ضرورة ومشقة بعد ذلك في ماذا؟ الانتقال دائما ينتقل منه الخارج فيتعين الماء لا ضرورة، يعني كأن هذه من المسائل النادرة، تمام؟ لا ضرورة لهذا الانتقال، ثم أنه لا ضرورة لهذا الانتقال أيضا، يعني هل يعني هل لابد من هذا الانتقال؟ طبعا ليس لابد أن يكون هناك انتقال ضرورة، يعني لابد الانتقال يعني الضرورة حتى متى هذا الانتقال؟ لا. فهمت؟ طيب إذا دفعه خروج الخارج إذا خرج مباشرة هذا تقطع، لا ليس خرج مباشرة، لكن الخارج دفعه إلى أن يبقى في داخل الصفحة لكن لا يخرج عنه، لكن أنت لم تفعل شيء بعد الاستقرار الانتقال ولا قبل الاستقرار؟ بعد الاستقرار هذا انتقال لا ضرورة، يتعين الماء في المنتقل. وألا يطرأ عليه نجس آخر، هنا التعبير بالطروق كأنه يعني ملاحظة الغالب، هو ليس بالضرورة أن يكون هناك الطروق، لأن يعني مفهوم الطروق يعني أن يكون نجس أو شيء أجنبي من الخارج، ليس بالضرورة، قد ربما تكون في الصفحة أو في الفتحة نجاسة قبل الاستنجاء قبل الخروج، فيخرج النجس فيباشر هذا له، إذا اختلط يعني الخارج الملوث بنجس موجود، فهذا أيضا من نفس الحكم. فالذي يظهر من عبارتهم أن لا يطرأ يعني كأنه أن يخرج النجس الملوث أولا ثم يطرأ عليه آخر، يطرأ يعني من جهة أخرى يعني طارئ، لا ليس بهذا، ليس بهذا المفهوم يعني، وليس بالضرورة أن يكون هناك طروق. إذ لو كان هناك نجس أو أجنبي موجود في المحل ثم خرج النجس الملوث فاختلط به، هذا أيضا يتعين الماء في هذا الحال، يعني فهمتم؟ وليس بالضرورة أن يكون هذا الخارج أو الشيء الآخر طارئ. نعم، عموما يعني أن لا يطرأ عليه نجس آخر، والتعبير بنجس هناك أنه يعني ملاحظ لليش، وليس بالضرورة أن يكون نجسا أيضا، يعني فمن يعبر بقولهم لا يقرأ عليه آخر من غير إضافة نجس هذا تعبير أدق. فالتعبير المصنف رحمه الله أن لا يقرأ عليه نجس آخر كأنه يقيد الشرط بماذا؟ في النجس وليس بهذا، وليس بذاك يعني، ليس بقيد، يعني التقييد الطارئ أن يكون نجسا لا، فالطارئ الآخر إما أن يكون نجس فهذا على طول إيش؟ يتعين الماء. إذا كان عندي أعزكم الله بول
أو لكن لابد أن يكون هذا الشيء الآخر طارئ أو كان أجنبي، ليس يعني من يعني هذا لابد أن نفرق ما بين أن يخرج. في المسألة الأولى ذكرنا أنه إذا جف النجس ثم بعد ذلك خرج خارج ملوث آخر من الفرج وعم الأول ففيه خلاف، قلنا أنه يجوز عنده يجوز الاقتصار عند في هذه المسألة يجوز الاقتصار على الحجر. فهنا ماذا نفهم من قولهم أن لا يطرأ عليه نجس آخر؟ أنه المراد بالطروي هنا يعني أن يأتي من الخارج، كأنه مثلا أن تصاب يعني أن يتنجس الخارج هذا بنجاسة أو يطرأ على الخارج هذا نجاسة أخرى من غير الفرج، النجس الخارج من الفرج عن الفرج ليس كذلك. فإذا كانت هذه النجاسة ليست من الفرج فنقول هنا طرو يعني ما هو الاستنجاء؟ إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج. فإن وجدت هناك نجاسة ليست من الفرج ووقعت على النجاسة التي خرجت من الفرج هنا طرو فيتعين الماء، تعين الماء، أو كانت هناك نجاسة أو ابتداء موجودة في الفرج أو في فتحة الفرج فخرج نجس آخر واختلط بها يتعين الماء أيضا، لأن النجاسة الموجودة أولا ابتداء ليست من الفرج فيتعين فيها الماء. فجاءت نجاسة خارجة من الفرج يعني يجوز الاقتصار فيها بالحجر، نقول في هذه الحالة يعني تعارض إيش أمران، يغلب جانب إزالة ليه النجاسة، وليس بالضرورة أن يكون طارئا كما ذكرنا. ثم أنه أيضا ليس بقيد، كون الطارئ هنا نجس ليس بقيد، حتى ولو كان هذا الطارئ الآخر طاهر، حتى ولو كان هذا الطارئ الآخر طاهرا كماء أو مائع، كماء أو مائع، فإذا طرأ على النجس الخارج من الفرج طارئ آخر ولو كان هذا الطارئ الآخر طاهرا، إذن عندي الطارئ هنا إما أن يكون نجس على طول، إذا كان الطارئ الآخر نجس بغض النظر عن كونه رطبا أو جامدا فيتعين الماء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون هذا الطارئ الآخر طاهر فيمضى، إن كان هذا الطارئ الآخر طاهرا وكان رطبا يتعين الماء أيضا، وإن كان هذا الطارئ الآخر الطاهر جامدا ففيه خلاف بين الشيخين ابن حجر والرملي. فالرملي يقول يكتفى فيه بالحجر لأن التراب هنا كتراب مثلا، يعني طرأ تراب جاف على الخارج النجس الملوث من الفرج فيجوز الاقتصار في هذه الحالة على الحجر أيضا، يعني التراب الجاف هذا ليس رطب أو حجر يتناثر، أما بالحجر فيغلب الأمر، يقول بغض النظر مطلقا طالما أن هناك طارئ آخر على النجس سواء كان نجسا رطبا أو جافا أو طاهرا رطبا أو جافا ولو ترابا فالكل فيها يتعين له الماء. إذن هناك هذه المسألة الخلاف بين ابن حجر والرملي في ماذا؟ في فرع واحد، إن كان هذا الطاهر طاهرا وجافا، طاهرا جافا، إن كان هذا الطارئ طاهرا جافا ففيه خلاف بين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي رحمه الله. طيب هنا بس مسألة أخرى يعني فرع مخرج على هذا المسألة، ما حكم ما لو كان هذا الطارئ ماء يتعين الماء؟ لو كان الطارئ ماء يتعين الماء أليس كذلك؟ ها؟ إذن كيف نصورها؟ نصورها بأن يخرج الخارج النجس أولا ثم يطرأ الماء، يطرأ فعلا يطرأ يعني على مفهوم الطرو فيتعين الماء هذا أولا واحد. لكن إن كان هناك ماء موجود يعني عزكم الله قضيت حاجتك واستنجيت بالماء ولا زالت آثار رطوبة الماء موجودة فين؟ في المحل، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ قضيت الحاجة ثانيا وقلت في هذه الحالة سأستنجي بالحجر لكن لا زالت آثار رطوبة الماء الأولى موجودة فطرأت النجاسة الخارجة من الفرج على المحل
المرطب بماء يتعين الماء أو اتخذ في حجر؟ يتعين الماء. هذا أصلا المسألة ابن قاسم توقف فيها. هذه الصورة بالضبط، هذه ابن قاسم العبادي وضع سؤالا وتركه، قال يتأمل. جاء بعد ذلك الفقهاء المتأخرون أمثال الحفني وغيره قالوا لا يتعين الماء، يعني هذا أيضا من قبيل ماذا؟ اختلاطه بأجنبي ولو لتطهيره. ولذلك هنا جاء الشيخ هنا وجعل هذا فرعا من تحت هذا الشرط، قال ولو استنجى بالماء ثم بال مع بقاء رطوبة الماء تعين الماء لاختلاطه بأجنبي. شفت كيف؟ لاحظت هذا؟ جعله من جملة. نعم لا يضر الماء ماء الطهر بعد الاستجمار، لا يضر ماء الطهر بعد الاستجمار كأن استنجى في دبره بحجر ثم استنجى في قبره بماء فوصل لدبره. اختلاف المحلين. ولو يعني في هذه الحالة، هذا نفرق ما بين هذه الحالة الأولى وهذه الحالة الثانية، يعني استنجى عزكم الله في دبره بماذا؟ بحجر، واستنجى في قبره بماء فوصلت رطوبة الماء الذي استنجى في دبره في قبره إلى دبره فيتعين الماء. هذا محل وهذا محل. الشرط الثالث ولا يجاوز صفحته وحشفته. ايش هو الفرع الثاني؟ لا يضر. نعم لا 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 هذا لا يضر. نعم لا يضر ماء الطهر بعد. انا قلت يضر، كان سمعت يعني. الحالة الأولى يتعين الماء، الحالة الثانية لا. أنا هنا يعني نعم لا يضر هنا، لا أنا قلت يضر فعلا، أنا قلت يضر. يعني في حالة أنه يستنجي في دبوره بالماء بالحجر، يستنجي في، فهو الآن مستجمر، يستنجي في دبوره بالحجر واستنجي في دبوره بالماء فوصل الماء رطوبته إلى الدبور فهنا اختلط بماء فلا يضر. ولعل هذا هو المسألة سيأتي الكلام عليه، أنه ألا يصيبه ماء. قالوا لو ألا يصيبه ماء بغير يعني أن يكون هذا الماء لغير طهوره، وجعلوا يعني هذا العبارة وفرق بين حفر السنجاء وبعد السنجاء، وفرق بين قبل السنجاء وبعد السنجاء. أيوه كيف؟ وفرق بين حفر السنجاء وبعد السنجاء، وقال ما قبل السنجاء. أيوه هو في عبارة أخرى يعني هذا سيأتي ألا يصيبه ماء، يقول لك هذا ماء غير بغير طهوره. قالوا هذه عبارة مشوشة، العبارة هذه مشوشة، يعني قبل الاستنجاء طبعا يعني مفروغ منها، لكن ماذا تفهم يعني؟ يفهم العبارة، العبارة مطلقة على فكرة، ما فيش يعني لا قبل الاستنجاء ولا بعد الاستنجاء. يعني عندكم المنهاج القويم؟ يا ريت واحد عنده منهاج القويم هنا يقرا لي العبارة، معكم منهاج قويم شوفهم؟ يعني نسيته اليوم. ما فيش مشكلة، لا تعمد هكذا. يعني عندنا معلش أنا بقول لك العبارة هنا لأنه ما فيهاش تفريق قبل. هنا معلش يعني ولا يصيبه ماء، هنا قال لا يصيبه ماء غير مطهر له، شارع غير مطهر له وإن كان طهورا. ما معنى ماذا نفهم من قوله ماء غير مطهر له؟ أم إذا كان أصابه ماء مطهر له يعني يكتفى فيه بالحجر؟ معلش افهم العبارة هنا، مش عقلي اللي بيقول إنها مشوشة، ده الكردي بيقول كلامي، وقبل الكردي بن قاسم وجلسوا يعني حاولوا أن يتأولوا العبارة بتأويل ربما بعيد جدا. كيف نحل هذا التأويل بهذا الفرع الذي ذكره هنا؟ عندما يستنجي في دبره بحجر ويستنجي في قبره بماء فيصل الماء الذي في من آثار الاستنجاء في القبور إلى الدبر، نقول هنا أصاب اختلط الحجر المحل بماذا؟ اختلط له، اختلط برطوبة الماء، فهذا الماء لطهوره لاستنجائه الأول لفوق، فهذا لا يضر.
ده الذي يظهر للفقير والله أعلم. تمام؟ فهذا هو سيأتي الكلام عليه. قياسا على مثلا لو الواحد يستجمر، لكن هذه أيضا الفرح هذا أيضا لازال مثار إيش؟ مثار إشكال عند الكردي وعند بن قاسم، ولا أظن أن الفرع هذا يخفى عليهم يعني. فمسألة يعني التفرقة ما بين قبل الاستنجاء وبعد الاستنجاء تحتاج إلى نقطة، ربما نحط هكذا يعني تعليق ذكي خاصة يعني، ها يعني فهم جديد في حل هذا الإشكال ربما يعني، ولا لا يستبعش ممكن نيس على المسألة يعني. ما من أين هذه التفرقة؟ التفرقة بين قبل وبعد؟ استنجاء كبر الأول. أيوه. طيب ولو جاء بعد يعني بتاع الذي جاء بعد هذا لا يضر والذي جاء قبل يضر؟ يعني لو بدأ بالكبر الجيل ما على كبر إيه استعمل الحجر لما تعين الماء ما ينفعش استعمل الحجر. طيب ولو العكس بعد؟ العكس لأن المسألة مش مشكلة، العكس إن هو عمل السجال أول بالكبر، لكن هذا ايضا يعني تاتي على هذا الفرع بتاع العكس، تاتي على هذا الاصل الذي قلنا نعم يعني من السجاد فكتمت عمليه الطهاره. ايوه لكن هنا عندي محل وده عندي محل اخر، هذا محل وهذا محل، فلكل حكم هو طبعا يقول لك اذا اردت الجمع الانتصار على الماء فتبدا بالقبل ثم الدبر، اذا اردت استعمال الحجر فتبدا بالدبر ثم القبل. وأن لا يجاوز صفحته وحشفته، أن لا يجاوز الخارج الصفحة إذا كان هذا الخارج غائطا، والحشفة إذا كان هذا بولا أو مديا أو وديا أو دما. فهنا يعني المجاوزة في مسألة المجاوزة في مسألة هذا في حالة الاتصال، ألا يجاوز يعني طالما أنه متصل، فإذا كان هذا مجاوز مع الاتصال يعني فيتعين الماء بالكل، أما إذا كان يعني لم يجاوز ولو كان مع اتصال يتعين يكتفى فيه بالحجر. المجاوزة غالبا يكون فيها اتصال، لا يجاوز الخارج صفحته في الغائط وهو ما ينضم إلى عند القيام. ما هو الصفحة الذي تنطبق عند القيام وليست الألية الكاملة يعني، انتبهوا بعضهم يعبر بالألية لا يجاوز أليته، هذا تعبير فيه شيء من العموم يعني، لا ليس كذلك، المراد هنا الصفحة فعلا يعني، وهذا تعبير أدق أولى من تعبير من عبر بالألية. ألا والحشفة يعني هو ما يظهر عنده ما يظهر من رأس فتحة من رأس الذكر عند إزالة ليش القلبة، هذه الحشفة. فلذلك قال إن مجاوز ذلك نادرة، هذا أيضا لا ضرورة، فلا تنحر بما تعم به البلوى أو بما تعم البلوى به، البلوى به بما تعم البلوى به. طيب عندي هنا ألا يجاوز الصفحة والحشفة، فإن جاوز تعين في الكل إذا كانت هذه المجاوزة مع ماذا؟ مع اتصال، أما إن كانت هناك المجاوزة مع انتقال فيتعين الماء في الايه؟ في الموضع الذي انتقل إليه، والموضع الذي لم تقل فيه يكتفى فيه بالحجر، يجوز الاقتصار فيه على الحجر. فهمتم الآن الفرق بين الأمرين؟ المجاوزة عامة ممكن يكون مجاوزة مع اتصال ومجاوزة مع عدم اتصال، فإن كانت المجاوزة مع اتصال مجاوزة مع اتصال يتعين الماء بالكل، مجاوزة مع عدم اتصال يتعين الماء في ماذا؟ في المنتقل إليه المنفصل، مجاوزة مع انفصال يعني المنفصل يتعين فيه الماء، والموضع الآخر يكتفى فيه بالحجر. فهمتم؟ طيب ما ضابط المجاوزة؟ ضابط المجاوزة ماذا؟ أن يجاوز الصفحة، الصفحة ده مفروغ منه، يبقى عندنا ليه؟ الحشفة، الحشفة مفهومة. طيب المرأة، المرأة كذلك يعني كل بول يخرج منها هو مجاوز وعليه يتعين الماء، أم أننا ننظر أن مثلا فيها تفصيل؟
الشيخ ابن حجر يقول لا فرق بالنسبة للمرأة إن كان خارج من الفرج من قبولها يتعين الماء على طول، لا فرق ما بين ثيب وبكر، لأنها لم تتحقق عدم دخول ماذا البول إلى مخرج مدخل الذكر، مدخل رأس الذكر، فهمتم؟ لم تتحقق، فإن تحققت فعنده يكتفى بالحجر، لكن عموما هو لم يفرق ما بين الثيب والبكر، عنده إذا كان المسألة عنده خارج من الفرج القبل يتعين الماء على طول، لا فرق ما بين ثيب وبكر، ولكن الجمهور النووي وتبعه بعد ذلك المتأخرين والمتأخرون أمثال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والشيخ الخطيب والشيخ الرملي قالوا لا ينظر مفرق، يعني بالنسبة للبكر البكارة تمنع دخول لأنه فتحة الإيش؟ فتحة البول أعلى من فتحة الإيش؟ مدخل رأس الذكر في الفرج، فعندما عزكم الله تتبول إن كانت بكرة البكارة تمنع دخول البول إلى فتحة الإيش؟ مدخل الذكر من الفرج، وعليه فالبكر يعني يكتفى لها أن تستنجي وتقتصر على الحجر، مفهوم الكلام هذا؟ هذا كلام الإيش؟ الجمهور مخالفين الشيخ الرملي بن حجر تماما يعني. وإن كانت ثيب فينظر إلى التحقق، تحققت عدم دخول ماذا؟ تحققت عدم دخول البول إلى مدخل رأس الذكر أو لا؟ فإن تحققت عدم يكتفى فيها يجوز أن تقتصر على الحجر، وإن لم تتحقق دخول تتحقق عدم دخول البول تحققت عدم دخول تحققت عدم دخول البول يعني لها أن تنتصر على الحجر، تحققت لم تتحقق أو لم تتحقق عدم دخول إيش؟ لا هو بالعام أفضل، لم تتحقق عدم دخول ماذا؟ ربما يعني نفي إثبات على بالمعنى العام يعني يشمل أيضا الشك، يشمل الشك، يشمل الشك يا شيخ محمد، تحققت عدم، لم تتحقق عدم دخول البول، لم تتحقق عدم دخول البول إلى رأس الذكر، مدخل الذكر. يعني الشك ويقين الدخول يعني. ففي هذه الحالة يتعين الماء. يتعين الماء. فهمتم من اسم التفصيل الآن في مين؟ في الثيب. ابن حجر عنده على طول سوى بين الثيب والبكري ويرى تعين الماء رأسا ابتداء يعني، وعليه المرأة تستنجي بالحجر في حالة ما هو كون إذا كان الخارج من الدبر بس على فكرة في استثناء بالنسبة لموضوع لا يطرأ عليه آخر، يستثنون العرق، العرق مطلقا يستثنى إن كان الطارئ مسألة في الشرط هذا لا يطرأ عليه آخر، يقول لك هذا الآخر غير عرق وغير خارج من جنسه كما يأتي يعني. حالتين استثنى فيها إذا كان هذا الطارئ من جنسه وكان أو كان هذا الطارئ عرقا فلا يضر يعفى عنه يعني. إذا استثنى الآن فهمتم ما المفهوم هذا، قال هنا وألا يدخل بول المرأة مدخل الذكر، لأن الغالب أن بول الثيب يدخل مدخل إليه الذكر، أما البكر فالبكارة تمنع دخوله، فهمتم؟ ويجزي مسح الدبر بالحجر وإن كان عليه شعر، ده موضوع آخر. ليه؟ يعني وإن كان عليه شعر، لماذا يعني؟ يقول لك احتمال هذا الشعر أصلا يجاوز الصفحة، وهذا الشعر يحمل نجس ملوث خارج من الفرج، فهمتم؟ فهو كده حط عبارة صغيرة بس جاء يعني فيها إشارة هكذا. الشيخ يقول أولا فهمتم ما يعني الشيخ هنا كأنه يمشي على ما مشى عليه من الجمهور التفرقة ما بين الثيب والبكر. طيب تبقى مسألة إيش؟ ويعفى ويجزي مسح الدبر بالحجر وإن كان عليه شعر. طيب إن كان عليه شعر
وهو في الصفحة إذا في حدود المحل. لكن إن كان هذا الشعر طويل رجل يعني مش فاضي يحلق لابد هو يسن إزالة شعر الآن فما شعر المال. فكان هذا عزكم الله شعر تلوث بهذه المجلس وكان يعني مجاوز للصفحة. فهل هنا يقول هنا مجاوزة؟ يقول لا هذا يرفع عنه وعليه يجزي الاقتصار على الحجر حتى ولو كان مجاوز. لكن شرطة أن يكون هذا الشعر على الشعر. طيب الشرط الثاني أو الشرط الرابع كمل الشرط الرابع أن لا يجزي في النفس ولا ينتقل ولا يطرأ ولا يجاوز. هذه أربع شروط. الخامس الحيض. نعم نعم الحيض ما فيش تفصيل. تفصيل قريب البول. لا الحيض ما فيش تفصيل. هذا الذي يحفظه دم الحيض والنفاس. لا يوجد تفصيل. يعني لا يكفي هذا اللي هو في الاقتصار على الحجر. هل يجزي الاستنجاء بالحجر من دم البول ومن دم الحيض او النفاس ولا فرق ما بين ثيب وبكر؟ نعم يجزي. نعم يجزي لانه نجس ملوث ولا يصيبه ماء. هذا الشرط الخامس مش كده؟ الخامس طبعا ان اذا اصابه ماء فيتعين الماء. إلا هنا أنه قال هنا ولا يصيبه ماء ولا غيره. غير الماء كالماء وأيضا ولو لتطهيره. هذا مسألة إيش؟ هذه موهمة يعني لا زالت هذه العبارة موهمة يعني مشوشة كما مرة. ولو لتطهيره ويكمل على قولي كما مرة يريد ما هو الفرع الذي مر معنا هذا أظن يعني والله أعلم. بهذا ينحل الإشكال. قضية لتطهيره كيف نفهمها؟ كيف نتصور ولو لتطهيره؟ يعني جاب ماء يستنجي به ثم بعد ذلك راح يدور على حجر؟ أو لتطهيره يعني يتوضأ؟ ولا إيش يعني؟ لأنه يعني يقول لك مثلا الأصل أنه يجوز أن تتوضأ ثم تستنجي. فهنا إذا أصاب المحل ماء وضوئه أو غسله ثم استنجى لأنه يجوز أن تؤخر الاستنجاء على الوضوء. فهنا أصابه ماء لتطهيره وضوءه يعني. هذا نوع من أنواع التأول وهذه التأويلات بعيدة يعني. فالعبارة مشوشة يعني أصلا نشيل هذه العبارة ونحطها على جانب كده نديها إجازة يعني. عبارة مشوشة عبارة الوضوء غير تطهيره. أما إذا كان لتطهيره فيصح. ماذا نفهمه؟ نفهمه على الفرعين الذي مر معنا. الفرع اللي هو ولو استنجى بالماء ثم بال مع بقاء رطوبة يتعين الماء. هذا مفهوم منه. فهمتم؟ هذا هو شنو الضوء رجع للحجر يتعين الماء يعني لتطهيره. يعني جاب حجر وطهره بالماء وهو مبلول لا يسيبه يعني لا يسيب المحل يعني لا يسيب المحل أو لا يسيب لا إذا كان الحجر هذا فيه آثار رطوبة ماء فيتعين الماء على طول. يعني عندي حجر هنا عندي حجر به رطوبة هل يصح الاستنجاء بحجر فيه رطوبة؟ تأتي بمنديل رطب فيه بلل فهذا البلل يتنجس بماذا؟ بمناقات النجاسة فينجس المحل فيتعين الماء على طول يعني. مفهوم العبارة كده سيدنا وألا يصيبه أي 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 حجر ماء ولو ولا الشرط ليس في الحجر هذا. الشرط هذا ليس بالحجر. شيل الحجر من ذهنك على طول. هذا ولا يصيبه أي يصيب له الخارج النجس الملوث هذا أو المحل. جاي تحت عنوان وشرط الحجر وألا يصيبه ماء. فين شرط الحجر؟ لا مش شرط الحجر يا سيدي. شرط إجزاء الاقتصار على الحجر. أنا ذكرتكم من البداية أن هذا ليست شروط في الحجر. يعني موضوع لا يجف النجس نجس يعني هذا شرط في الحجر؟ لا 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 على طول. هنا في عبارة في حذف يعني عن تقدير وشرط إزاء الاقتصار على الحجر
إجزاء الاقتصار على الحجر. هذه الشروط، هذه شروط، بعضها في الحجر، بعضها في المحل، وبعضها في الحجر. نعم. يعني مثلا أن يكون لثلاث مساحات هذا في الحجر، لكن مثلا لو يصيبهما هذا في المحل، وأن لا يزال صفحته وحشرته يعني في الحجر. لا طبعا لا، يعني البديهي واضح يعني. فأيضا قالوا أن لا يصيبهما، ما معنى المراد أن لا يصيبهما؟ فإذا أصابهما مطلقا يعني خلاص غير دماغنا، إذا أصاب المحل ما يتعين إليه الحجر، ولو كان هذا الماء مصاحبا للحجر، بأن كان الحجر مبلل بماء يتعين الماء على طول. كيف هذا؟ يقول لك أصلا الحجر المبلل بماء يتنجس بملاقات النجاسة له، وفي هذه الحالة يتنجس، وفي هذه الحالة نحن اشترطنا أن يكون الحجر طاهرا لا نجس ولا متنجس. إذن هذا هنا تنجس، تنجس يتعين الماء. فهمتم؟ قالوا يكون بثلاث مساحات، بعضهم يعبرون بثلاث أحجار، ثم بعد ذلك يعني يبينون ما المراد بالأحجار، ثلاث مساحات. فلا ليس بشرط تعدد الأحجار، الشرط هو تعدد المساحات، أن يكون بثلاث مساحات، ثلاث مساحات، ولو بحجر واحد له ثلاثة أوجه، أو بخرقة طويلة يعني تلفها هكذا، تمسح أولا وتلفها، ثم تمسح ثانيا فتلفها، ثم تمسح ثالثا فتلفها، فصار عندك عندنا ثلاث مساحات. أو بحجر واحد له وجه واحد، تمسحه ثم تنظفه وتزيل منه النجس، ثم تأتي وتستخدمه ثانيا قبل أن يجف النجس، ثم تستخدمه ثالثا كذلك يصح. فهمتوا؟ فعندي المهم هو ثلاث مساحات، ثلاث مساحات بشرط الإنقاء، يعني ثلاث مساحات منقيات، يعني لو استخدمنا ثلاث مساحات ولكن لم ينقى المحل يتعين الزيادة، يتعين الزيادة عليها، يعني استخدمت ثلاث مساحات ولا زالت هناك نجاسة، نقول ضف رابعة واجب. فإذا ضاف رابعة و يعني أنقت المحل يسن الإيطار، يسن أن تأتي بخامسة. طيب لنفترض العكس، نتصور العكس، إنه استخدم مسحة بأن كان الخارج حاجة بسيطة جدا يعني لا تذكر، هل يتعين ثلاث مسحات بالضبط، وإن كان ربما مسحة واحدة تنظف المحل؟ يتعين الثلاث. وإن أنقت مسحة واحدة المحل لابد من الثانية والثالثة. واضح؟ فإن لم ينقى وجب الإنقاء، يعني فإن لم ينقى بهدادة بثلاث مسحات وجب الزيادة، وجب الإنقاء، يعني يحصل الإنقاء بماذا؟ برابعة، ضف رابعة. لم يحصل برابعة زد خامسة، لم يحصل بخامسة زد سادسة. فإذا حصل بسادسة نقول لك أن تقتصر، ويسمى أن توتر، أن تأتي بسابعة. فهمتم؟ نعم. واجب الإنقاء وسن الإيتار، وسن الإيتار في حالة ماذا؟ إن حصل الإنقاء بزوج، يعني بست أو بأربع أو بثمان، واستيعاب المحل، وسن الإيتار، وسن الإيتار يعني حصل الإنقاء بشكل، يعني حصل الإنقاء بشكل، واستيعاب المحل، هنا يعني استيعاب المحل من حيث يعني في كل مسحة، لذلك هنا بكل من الثلاث، بأن يبدأ، هذه سنة استيعاب المحل بكل مسحة، سنة بكل من الثلاث، بأن يبدأ بالأولى، لماذا؟ أن يضع بمقدم صفحة اليمنى، ثم يديره قليلا قليلا حتى إلى أن يعود إلى، يعني كأنه مسألة دور، يعني دائرة هكذا، يبدأ من النقطة الأولى ويدير الحجر إلى أن يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه، لكن الأولى أن يبدأ باليمين، ثم يعكس الحالة، هو بدأ باليمين يأتي إلى اليسار، فيضع الحجر على البداية ويدير العكس،
صير هنا الآن المسحة الأولى استوعبت المحل والمسحة الثانية استوعبت المحل عكسي والمسحة الثالثة يأتي في الوسط. لذلك يعني الباب الثالثة بين الصفحتين ويمر الثالثة على صفحتيه ومشربته، فإن احتاج لزائد على الثالث فصفة مسحه كالثالث، إن احتاج إلى زائد رابعة يكون أيضا بين الصفحتين والمسحوبة. هذه السنة، هذه سنة من حيث النسخ وليست بواجبة. ما هي المسحة؟ ما هي المسحة؟ بين يعني بين الصفحتين يعني وبين الذكر. وفي كل لا يرفع الحجر المتنجس ثم يعيده إلا تعين الماء، وسن وضع الحجر أولا على محل طاهر قرب للنجاسة ثم يديره كما مر. وفي الروضة وشرحه، وفي الروض وشرحه، ما هو الروض؟ روض الطالب وشرح أحسن المطالب للشيخ زكريا. ولو أمر الحجر ولم يدره أجزأه وإن لم ينقل شيئا وإلا تعين الماء، ومحل في غير النقل الضروري فيعفى عنه إذ لا إذ لو كلف عدمه لتعذر الوفاء به. شوفونا يقولوا كلام المصنف يفهم كلام المصنف يفهم أنه لا يجب تعليم المحل بكل مسحة، وهو منقول عن الشيخين ذكر النووي والرافعي وغيرهم، لكن اعتمد شيخ الإسلام وأكثر من بعده وجوبه. هذا ليه؟ الموضوع تعميم المحل بكل مسحة، كلام الرافعي والنووي والأصحاب أن هذا الاستيعاب شرط قوله، وأن استيعاب المحل بالحجر هذا سنة. الشيخ زكريا ومن جاء بعده من المتأخرين يرون أن هذا الاستيعاب واجب، لأن من مسح واحدة يمينا وثانية يسارا، شوف العلة حلوة، علته كيف؟ من مسح واحدة يمين يأخذ اليمين من الصفحة والثانية اليسار من الصفحة والثالثة وسطا، ماذا يفهم؟ أنه لم يحصل الثلاث مسحات، يعني الثلاث مسحات على محل واحد، يعني أن يكون مثلا هنا بثلاث مسحات أي على محل واحد. أما لو أتيت بمسحة الأولى على اليمين ومسحة الثانية على اليسار ومسحة الثالثة بالوسط فكأنه يثبت عليك أن لكل جزء من المحل مسحة، ولم يصير هناك ثلاث مسحات على المحل، لابد أن تصير ثلاث مسحات على المحل الواحد. وعليه فيرى الشيخ زكريا وصالح من بعده أن تكون هذه المسحات الاستيعاب فيها واجب لكي يظلم أنك مسحت المحل الواحد ثلاث مرات. تعليل دقيق لا سليم. طيب ثم قال هنا وماذا؟ والاستنجاء باليسار فيكره باليمين وقيل يحرم. نعم للنهي. نعم طيب لما يستنجي الآن في ذكره ماذا يعمل؟ في الذكر ويسن الاستنجاء باليسار اتباعا للحديث يعني، وقال لي يستنجي نهانا عن يستنجي بأيماننا. فهنا الآن موضوع ليش يعني كيف تستنجي في الذكر؟ إيه في الدبر ما خلص تأخذ الحجر يسأل أنت حتى في عن موضوع الاستنجاء باليسار وأن تتناول الأحجار باليسار. تستنجي ماذا؟ باليسار. لكن في الذكر يقول لك خذ الحجر بيمينك وحرك الذكر بيسارك. فهمتم؟ في موضوع الحجر إذا كان أنت الآن تستنجي في ذكرك إذا كان الخارج من الجهل فكيف يكون استنجاؤك باليسار؟ لأن في هذه الحالة أنت واحد من أمرين، إما أن تأخذ الحجر باليمين وتأخذ الذكر باليسار فتحركه هكذا صعودا أو نزولا، أو أن العكس فتأخذ الحجر بيسارك والذكر بيمينك فتحركه. أيهما الآن أنت في هذه الحالة مستنجي باليسار ولا باليمين؟ يقول لك لا انتبه، شوف إذا استخدمت أخذت الذكر بيمينك والحجر بيسارك يصدق عليك أنك استنجيت بماذا؟ باليمين. قال لك كيف أعمل؟ يقول لك لا العكس، خلي الحجر في يمينك وحرك الذكر بيسارك لكي يصدق عليك أنك الآن استنجيت باليسار. فهمت؟
هذه الحالة في حالة الاستنجاء في الذكر. ويسمى أيضا الاعتماد على ماذا؟ على الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء. الوسطى عندك أنت أصابعك كم؟ خنصر وبنصر ووسطى وسبابة يعني اعتمد على يعني حاول أن تعتمد على الوسطى في الاستنجاء. وإن كنت تستعين بماذا؟ بالبنصر وبالسبابة، لكن يسن الاعتماد على الوسطى إن أمكن. وتقديم الماء للقبل يعني إذا استنجى الآن، إذا استنجى بالحجر ماذا يقدم؟ الدبر، تمام؟ يقدم له الدبر، يبدأ بالدبر لئلا يجب. إذا أراد الاستنجاء بالماء يبدأ بالقبل، تمام؟ لكي لا يعود على الدبر. إذا ويسن تقديمه على الوضوء، على الوضوء ودلك يده، هذا يسن يعني. وإن كان الأفضل ماذا؟ أن تستنجي أولا ثم تتوضأ، لكن لو أخر الاستنجاء على الوضوء ما حكمه؟ يصح في الوضوء وفي الغسل. الغسل يتعين، يتعين الإزالة، لأنه يعني يكون هنا محل للغسل، لابد من تعميم جميع البدن بالماء. انتبه للغسل، انتبه لا يعني تروح على طول تقيس الغسل على الوضوء. المسألة قاصرة على الوضوء، لأن الصفحة والحشفة ليست من أعضاء الوضوء، فلك أن تؤخر الاستنجاء على الوضوء وأن تقدم الاستنجاء على الوضوء، والأفضل هو أن تقدم الاستنجاء على الوضوء، تمام؟ لكن هذا إذا كان بالنسبة للوضوء الصحيح السليم. أما وضوء صاحب الضرورة فلا بد من كالسلس مثلا، لا بد من أن يتقدم أن يستنجي قبل له قبل أن يتوضأ. ومثله أيضا في حالة التيمم، التيمم طهارة ضعيفة، لا بد من أن يستنجي قبل أن يتيمم. فإذن المسألة قائمة على وضوء الصحيح، الوضوء وليس غيره، الصحيح وليس المريض صاحب الضرورة. وأيضا يسن دلك يده، يدلك يده على له على الأرض دفعا للوسوسة، كل هذا يعني يدلك يده ثم يغسلها بعده. ونضح فرجه وإزاره من داخله، ينضح بعد أن يستنجي، ينضح لكي يغلق الباب سدا للذريعة، يعني موضوع الوسوسة، الموسوسين بعضهم هكذا هذه مشكلتهم، يعني يرى رطوبة في ثوبه يقول عظيم أظن خرج شيء مني، فيروح يتوضأ ويستنجي ويظل هكذا، يفتح للشيطان بابه. فيسن أن تنضح يعني نضحات يسيرة، يعني مش تغسل. النضح يعني عبارة عن تبلل من غير سيلان، رشة بسيطة كده بلل، هذا هو النضح، وتجعله يعني يقطر يخرج منه يسيل منه من الثوب ماء، هذا ما شاء الله هذا غسل. لماذا يا مولانا رش؟ ها لماذا يسن نضح الفرج؟ لماذا يسن؟ دفع للوسوسة. الإمام الغزالي هكذا ذكر في الإحياء، يعني أن تنضح الثوب حتى لا يتبادر، يعني يدفع الوسوسة فلا يتبادر إلى ذلك من شيخ خرج منه، يعني لأن أحيانا بعض الناس هكذا يتوهم. أما الفرج أنت بعد الاستجمار جاء بعد أن استجمر ماذا ينضح فرجه؟ لا هنا يعني الـ ونضح فرجه وإزاره من داخله. نضح فرجه إذا كان استنجى بالماء، نحن نتكلم على الاستنجاء، أما بالنسبة للاستجمار إذا اقتصر على الحجر لا يتعين الماء محله فعلا. أيوة نعم كلام صحيح، إذا استنجى بالحجر اقتصر على الحجر طبعا لا ينضح فرجه، لا ينضح، لأن في هذه الحالة سيصيبه ماء. لكن إن كان استنجى بالماء أو استنجى بالحجر والماء، فهم؟ في هذه الحالة لا ينضح. وما المانع؟ ربما أنه يعني استنجى بالماء وبعد ذلك جلس مدة حتى جفت الرطوبة، بعد ذلك لبس ثوبه، ما المانع؟ الصورة قائمة مهما كان، هو دفع للوسوسة، الأصل فيها دفع الوسوسة، والوسوسة هذا قائمة،
حتى ولو بعد حين منهم من يجلس في الحمام ربع ساعة يستنجي ويظل جالس هكذا ينتظر الاستبراء، ما خرج منه شيء كما قلنا في المسألة الأولى، الظاهر عدم عوده، فهمت؟ فعل لأجل أيضا تدفع باب الوسوسة أيضا ينضح المحل لكي لا تتوهم، لأنه أحيانا بداية الوسوسة توهمات وليست حقيقة، وبعدين هكذا يمشي مع التوهمات حتى ترسخ في ذهنه أنه عنده مشكلة في الاستبراء وليست عنده مشكلة، وكثير ما يحصل هذا مع الموسوسين. لا أفهم نقطة الملابس يعني. ثوب ثوب. الوسوسة يعني أنا قلتها بالموضوع. ما علاقة الوسوسة بنطح الملابس؟ ما معنى؟ يعني كيف أدفع الوسوسة بنطح الملابس؟ كيف أدفع الوسوسة بنطح الإزاء؟ فأحيانا يعني الواحد يشعر في رطوبة لو لم ينضح. لو لم ينضح فيروح يخرج من الحمام عزكم الله ويجلس يصلي ولا جالس يحس كثير رطوبة في الليل. الرطوبة هذا يمكن ناتج عن عرق. ناتج بعدين ربما يقول لك لا لا أكيد خرج مني شيء. يروح يتوضأ ويطهر الثوب. هل تحققت خروج الخارج منك ولا ما تحققت؟ طبعا النجاسة قائم طالما أن المحل طاهر لا ننجس إلا بماذا؟ بيقين. طيب لا هو هذا الوهم يجعله يقينا. يروح يقول لا حصل في شيء، يروح يتوضأ يستنجي ويطهر ثوبه وبعدين يجي وبعدين خلاص يظل فيه حاجة في ذهنه هكذا عالم، يظل ذهنه ملتفت إلى الجانب هذا حتى ولو لم يحصل شيء يظل عنده هكذا التفات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، فالأصل في النجاسة وفي الحدث قائم على اليقين. فانت علشان يعني تقفل الباب هذا كله قال الغزالي رحمه الله تنضح. تنضح ايش؟ سدا لهذا الدليل ثوبك. فاذا رايت فيه بلل ولا شيء بعدين تقول هذا ناتج عن ماذا؟ عن النضح. خلاص تغلق الباب هذا تماما. الا اذا تيقنت خروج حاجه من القصبه، هنا الاستبراء ناقص. تيقنت في هذه الحاله ان هناك شيء يخرج. يعني احسست ب أثار بول يعني بدأ يمشي في القصبة، تروح تعزك الله إلى الحمام تمسك القصبة كده تمشي شوية كده يخرج قطرة. أيوة إذن هنا في ماذا؟ في بول. استبراء لم يكون كاملا، لكن في هذا الحال في ما سوى هذه الحالات ما فيش تحقق ما فيش تيقن، الأصل قائم على الطهارة، لأنك أنت انتهيت من ماذا؟ فرغت من ماذا؟ من الاستنجاء. والأصل في موضوع الاستنجاء قائم على غلبة الظن كما مر معنا، قائم على غلبة الظن. إذا كان أثناء الصلاة الإحساس ولو كان في أثناء الصلاة، إلا إذا كان هذا الإحساس قائم على ماذا؟ يقين. على يقين يعني، أو حصلت معه مرات يعني فعلا صلى يوم وبعدين راح وجد مثل أن ذكره يعني القصبة فيها موجود بقايا بول. لم يتحقق. إذا لم يتحقق لا شيء عليه. مولانا أثناء صلاة صحيح؟ ها؟ صلاة صحيحة لو أنه شعر أن هناك في شيء، إن شعر أن هناك في شيء موجود في القصة ولم يخرج صلاته صحيح إلا بعد الصلاة، أما إن خرج فصلاته باطلة طالما أنه في القصة ما فيش مشكلة، إلا إن خرج تجاوز بعد الصلاة. بعد الصلاة يعني ما فيش مشكلة، أنا أقول لك الأصل أنه المجاوزة لا نستطيع أن نحكم عليه طالما أنه في القصة بأنه في الظاهر، لا هو في الباطن، طالما أنه في القصة هو في الباطن، إذا خرج تجاوز فهذه المسألة قائم على أن في هذا أنها تبطل صلاة وإن كان في الصلاة. وإن كان في المسجد، إذا كان في المسجد وحس بذلك ولم يتهيأ له يتحقق ذهب المنزل قد يجف يعني. لكن في هذه الحالة عنده صار عليه لا يوجد يقين، تحقق ولا الأحس كذا إحساس يعني، الإحساس هذا إن كان إحساس يعني شعور. شعور هذا لا 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 لا, لا يعطى الحكم، لكن الشعور ليس يقين. الأمر مسألة قائمة على التيقن يعني. يحدث الأمر مع الريح أيضا. مع الريح كذلك يعني أحيانا تجد يعني استرخاء عضلات وليس يعني خروج ريح في الضبط يعني. إلا إن كان هناك ريح سمع صوتا أو شم ريحا كما في الحديث. يعني قال أنا يمكث في المسجد يعني مع الصلاة هكذا في السجود أشعر بأنه شيء خرج مني. تيقنت ولا لا؟ ما تيقنت. لماذا يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا يعني الأصل قائم على اليقين تسمع الصوت. أما قضية استرخاء هكذا تجد أحيانا
يعني تدافع عضلات ليش الفرج هكذا. لا ليس الأمر ليس فيها شيء. وأن يقول بعده اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. هنا في مسألة مهمة يعني قال ولا يضر الشك بعد الاستنجاء في غسل ماذا؟ لا يضر الشك بعد الاستنجاء في غسل الذكري أو في تكميل الثلاث المسحات كما لا يضر في الوضوء. فهمتوا؟ بعد الاستنجاء بعد ما استنجى شك يعني لا يضر الشك في غسل الذكري بعد الاستنجاء كما لا يضر أيضا في عدد المسحات. يعني معظم مسائل الاستنجاء الشك بعدها بعدها لا يضر بعد الاستنجاء كما لا يضر في الوضوء. نعم سيد في الوضوء لو توضأت بعد أن فرغت من الوضوء شككت هل غسلت الوجه أو لم تغسل مسحت الرأس ولا ما مسحت الرأس بعد الوضوء. فهمت؟ يعني بعد أن فرغ من وضوئه شك هل مسح رأسه أو لم يمسح رأسه. لا قضيت إنه على كل العبادات ليس معك أنا.